بسم الله الرحمن الرحيم تلاميذي الأعزاء، نعتبر اليوم هو الدرس الأول اللي رانا حنديروه مع بعض. هذا الدرس بالنسبة لي راه مهم جدا، نشوفه باللي مهم جدا لأشكون بالضبط أصحاب البكالوريا. الدرس هذا يقدم لأصحاب سنة ثانية في نهاية الفصل الثاني أو ممكن في بداية الفصل الثالث. الدرس عبارة عن درس كيميائي يبين المادة وتحولاتها تحت عنوان معادلة التفاعل الأكسدة الإرجاعية. قبل ما نبدأ في الأكسدة الإرجاعية كما أنكم عارفين حسب المكتسبات القبلية تحكم، نحب نعرف أولا ما معنى التفاعل الكيميائي. كما كنت درسته سابقا، التفاعل الكيميائي أو التحول الكيميائي هو الانطلاق من متفاعلات أو من المادة الابتدائية وصولا إلى المادة النهائية دون إمكانية العودة إلى الحالة الابتدائية. لكن نحاول إحنا ندخل فيها، يعني نحب نعرف التفاعل أصلا كيميائي أساسه، ما نأخذوش تعريف عام، نأخذ تعريف خاص. التعريف الخاص هذا راح يبيننا علاش نستعمله بعدها ولا نفسره بعدها بمعادلة كيميائية. دونك التحول، يجينا السؤال ماذا أقصد بالتفاعل الكيميائي. التفاعل الكيميائي كما قلت لكم هو البداية من متفاعلات رياكتيف وصولا إلى النواتج للبرودوي مرورا بتحول كيميائي. هذا بصفة عامة. بصفة خاصة هو التكسير للروابط، تكسير للروابط الموجودة بين الأفراد الكيميائية للمتفاعلات. تكسير هذا للروابط يعطينا عدة ذرات كما هو واضح هنا، يعطينا عدة ذرات. المزج ما بين الذرات أو تبادل ترتيب الذرات للأفراد الكيميائية في المتفاعلات تعطينا نواتج جديدة. مثلا هنا الحبيبة الخضراء مع الحبيبة الرمادية تعطينا المركب C، انطلاقا من مركبين A و B تعطينا المركب C عبر مرحلة وسطية اللي هي تفكك أو تفكك الروابط الكيميائية أو تكسير الروابط الكيميائية. التفاعل الكيميائي إذن هو عبارة عن تكسير للروابط الكيميائية يشمل بعدها تغيير وترتيب للذرات في الجزيئات الكيميائية، مما يؤدي إلى تشكيل مركبات أكبر وأعقد. يعني ممكن المركب C أو الناتج C يكون عبارة عن مادة كبيرة ومعقدة، ويمكن ابتداء من المتفاعلات يحدث تفكيك يعطينا عدة نواتج من غير الناتج C، ممكن يكون C D E إلى آخره، تكون أبسط وأبسط وأصغر، ما راح تكون معقدة وكبيرة مثل تفاعلات التركيب. المهم هو أن نتحصل على روابط جديدة في النواتج، أي نتحصل على مواد جديدة. هذه بالنسبة لتفاعل كيميائي أو تحول كيميائي في المادة وتحولاتها. في التفاعلات الكيميائية تلاميذي، هذه التفاعلات الكيميائية كاين عدة أنواع. أولها لاميكات تريتو أحماض وأسس، وكاين الأكسدة الإرجاعية. إحنا رايحين نركز اليوم على تفاعلات الأكسدة الإرجاعية. تفاعلات الأكسدة الإرجاعية هي تفاعلات تهتم بتبادل الإلكترونات. كيف يتم تبادل الإلكترونات؟ من يمنح الإلكترون؟ من يفقد الإلكترون؟ كيف يكون تركيب هذا التفاعل؟ سوف نتعرف عليه في هذا من خلال هذا الدرس. تفاعل الأكسدة الإرجاعية، دائما نبدأ من العنوان، أنا دائما أفضل أني نبسط الأشياء ونبدأ من العنوان. انطلاقا من العنوان، تفاعل أكسدة إرجاعية، لاحظ أنه يتكون من ثلاث كلمات. تفاعل يقصد به تفاعل كيميائي كما شرحته سابقا، ويتكون من كلمتين مهمتين، الأكسدة والإرجاع. إذن تفاعل أكسدة الإرجاعية هو عبارة عن عمليتين، الأكسدة والإرجاع. سنتحدث عن كل عملية على حدة ومن بعدها نشوف المركب ما بينهما على حسب العنوان، كاين تركيب بينهما.
إذن نشوفوا الترتيب هذا لو حادث بينهما وش رايح يعطينا. نبدأ أولا على بركة الله بعملية الأكسدة. عملية الأكسدة أو بما يسمى الأكسيداسيون بالفرنسية، عملية الأكسدة هي عملية يحدث فيها فقدان للإلكترونات، مثل ما رانا نشوفه غد واحد يعطينا أوكس واحد زائد أن واحد إلكترون. نشرح المعادلة هذه. غد واحد بالفرنسية ريجيستور يقصد به المرجع. إذن البوس في عملية الأكسدة، القائد الزعيم في عملية الأكسدة هو المرجع، لأن في التعريف تاع المرجع، المرجع هو كل فرد كيميائي، الفرد الكيميائي يمكن يكون ذرة جزيئة أو شاردة، كل فرد كيميائي قادر على فقدان إلكترون أو أكثر. إذن الغاد هذا راح يفقد إلكترونات، عندما يفقد الإلكترونات راح يولي عبارة عن أوكس. واش يقصد بأوكس؟ الأوكس هو المؤكسد. إذن راح يتحول إلى أوكس مع إعطاء عدد من الإلكترونات في النواتج. عدد من الإلكترونات، عدد هي N واحد، N واحد أعطيتها ترميز، N نقصد به النمبر عدد، E ناقص نقصد بها الإلكترونات، والناقص لأن شحنة الإلكترونات سالبة. من خلال عملية الأكسدة نستنتج أن هناك ثنائيتين، أن هناك ثنائية تحتوي على فردين كيميائيين أو نوعين كيميائيين. النوعين أن الغاز والأوكس. كيف نكتب الثنائية؟ دائما على جهة اليسار نكتب المؤكسد أوكس لوكسيدون، وعلى اليمين نكتب المرجع اللي هو الريجيكتور. إذن أوكس راد. عملية الأكسدة أعيد هي عبارة عن عملية لفقدان يقوم فيها فقدان إلكترونات، أو نقول يقوم فيها المرجع بفقدان الإلكترونات يعطي من خلالها المؤكسد. عملية الأكسدة تعطينا تميز ولا تعطي تتميز بثنائية، الثنائية أوكسراد. البوس فيها نعاود نأكد هو المرجع. دائما 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 في عملية الأكسدة عدد الإلكترونات الممنوحة أو المفقودة تكون دائما في طرف النواتج. نذهب الآن إلى الطرف الثاني اللي هو عملية الإرجاع. عملية الإرجاع بالفرنسية هي لا ريدكسيون. عملية الإرجاع معادلتها تكون على الشكل الثاني، هي معاكسة لعملية الأكسدة. عملية الإرجاع هي عملية يقوم بها باكتساب إلكترون أو أكثر. شكون يقوم باكتساب إلكترون أو أكثر؟ هو المؤكسد. المؤكسد بالفرنسية هو لوكسيدون، دونك الذي هو مؤشر بالأحمر أوكس دو. المؤكسد تاعنا يقوم باكتساب إلكترون أو أكثر. وش نقصد بها عدد من الإلكترون؟ يعني إلكترون أو أكثر. N دو هو العدد، إلكترون نوع الإلكترونات السالبة. إذا يكسب إلكترون أو أكثر نرمز له ب N دو إلكترون، يعطينا كناتج المرجع. كما رانا نشوفه هو عملية معاكسة تماما لعملية الأكسدة. أيضا في عملية الإرجاع مثلها مثل عملية الأكسدة ثم يتميز بالثنائية أوكسراد بنفس الترتيب لعملية الأكسدة. دائما الثنائية لها نفس الترتيب، الأوكس على اليسار وزاد على اليمين، الأوكس اللي هو المؤكسد، المؤكسد على اليسار والمرجع على اليمين. ثنائية واحدة يمكن أن تقدم لنا عملية أكسدة وفي نفس الوقت يمكن أن تقدم عملية الإرجاع حسب واش بديت. نأخذ مثلا الثنائية أوكس دو راد دو. إذا مثلا بدأت بالأوكس دو معناها عملية الإرجاع، وعملية الإرجاع تقول اكتساب إلكترون أو أكثر. إذا بدأت بالراد دو معناها عملية الأكسدة، وعملية الأكسدة تقول فقدان إلكترون أو أكثر. رانا شفنا عملية الأكسدة، رانا شفنا عملية الإرجاع، فهمنا وش يقصدوا بها الثنائيات. وش بقى لنا؟ قالينا نعرفوا وش علاش نموها تفاعل الأكسدة الإرجاعية،
بما انها تسمية تفاعل اكسده ارجاعيه، اذا كان علاقه او همزه وصل بين العمليتين، ما بين الاكسده والارجاع. العلاقه بينهما ان يكون عندك ثنائيتين، كما احنا في حالتنا هنا اخترت اوكس 1 راد 1 اوكس 2 راد 2. ثنائيتين هذوما كل واحده عندها المعادله تاعها. مثلا في حالة الثنائية أوكس 1 راد 1 استعملناها في عملية أكسدة، أوكس 2 راد 2 استعملناها في عملية الإرجاع. استعملنا المعادلتين النصفيتين، تعتبر معادلتين نصفيتين إلكترونيتين، نقوم بالجمع بين هذين العمليتين. لاحظوا معايا، المعادلة الأولى راد 1 تعطينا أوكس 1 زائد N 1 إلكترون اللي هي عملية الأكسدة. المعادلة الثانية اللي هي عملية الإرجاع ورانا نشوفوا فيها اكتساب إلكترون، معادلة تقول أوكس 2 زائد N 2 إلكترون تعطينا غد. اللي مأشرتهم بالأحمر هو البوس في كل عملية، البوس نقصد بها السيد ولا الزعيم في كل عملية. في عملية الأكسدة المرجع هو الزعيم، في عملية الإرجاع المؤكسد هو الزعيم. عندنا عمليتين ورانا حابين نجمعوا بيناتهم. واش علاش قلنا نصفيتين؟ هاد العمليتين نصفيتين باش رانا نشوفوا وجود ولا ظهور لعدد من الالكترونات في كلا الطرفين، اذا كان في طرف النواتج هي عمليه الاكسده، اذا كان في طرف المتفاعلات هي عمليه ارجاع. في تفاعل الاكسده الارجاعيه عدد الالكترونات ما لازم نلقاه لا في الطرف الاول لا في الطرف الثاني، لا في المتفاعلات لا في النواتج. باش نتخلص منه لازم نتعامل بالرياضيات، ما راهيش رايحه تكون فيزياء اكيد ولا كيمياء اكيد، راح تكون بالرياضيات. انا عندي في الطرف الاول مثلا اكس زائد واحد تساوي 2 اكس، حبيت نتخلص من اكس، كيفاش نقوم بالعمليه؟ عندنا في الطرف في المعادله الاولى غد ان اوكس ان زائد ان ان الكترون، عندنا الان ان الكترون باش نتخلص عليها لازمني المعاكس تاعها. في الاوكس 2 زائد ان 2 الكترون تعطينا غاد 2، لازم لي ان 2 الكترون المعاكس تاعها. باش يكون عندي المعاكس لازم لي المعامل المشترك بينهما. المعامل المشترك بينهما هو عندما نضرب كل معادله بالمعامل المعاكس المضروب في الالكترون. المعادله الاولى الكترون مضروب في الان 1، اذا كل المعادله النصفيه نضربها في الان 2. المعادلة الثانية نفس الشيء برك نضربها في ان واحد، ونقوم بالمجموع النشر والتبسيط عادي كما الرياضيات. كي نقوم بالنشر نلقاو ان دو في اغد في اغ دو ان، احنا ما نقولوش الفي الضرب، راني نحاول نتعامل بالرياضيات على اساس النشر، لكن انها ما نقولوش الضرب. ان دو اغ دو ان بلس نزيدو نديرو النشر ان ان اوكس دو ان، هادو بالنسبة للمتفاعلات. يبقاو لي الالكترونات تولي لنا ان ان مضروبة في ان دو عدد من الالكترون. في النواتج بنفس الطريقة راح يعطينا ان دو اوكس ان زائد ان ان غد ان غد دو زائد ان دو في ان ان الكترون. واش رانا نلاحظو؟ رانا نلاحظو بلي ان 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 دو الكترون هي نفسها في الطرف الثاني ان دو ان ان الكترون، لهما نفس الاشاره في طرفين مختلفين. لو كان ننقل ان 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 دو الكترون الى الطرف الثاني تولد السالب اذا تعاملنا بالرياضيات تؤول الى الصفر، وهكذا نكون تخلصنا من الالكترونات وتولي عندنا معادله تفاعل الاكسده الارجاعيه ان دو غاد ان زائد ان ان اوكس دو تعطي في النواتج ان دو اوكس ان زائد ان ان غاد دو. رانا نشوفو بلي كلها حلقة ابتداء من عمليتين، عملية أكسدة عملية إرجاع، نجمعو بيناتهم نحاولو نتخلصو من الإلكترونات، نعاودو نولو إلى تفاعل الأكسدة الإرجاعية. هذا الشيء كامل اللي رانا قلناه واللي رانا شرحناه يتم في لا يعني في أو في شروط، أعتذر على الإطالة، في شروط لا ترى بالعين المجردة لأنها كلها شروط مجهرية. أما الكتابة بكتابة نظرية معادلات يمكن تفصيلها على هذا الشكل. إذا عندنا معادلتين، نركز على المعادلتين النصفيتين.
ومع عملية الأكسدة وعملية الإرجاع، عملية الأكسدة فقدان إلكترونات، عملية الإرجاع اكتساب إلكترونات، عمليتين متعاكستين. إذا يمكن الجمع بينهما فتعطينا معادلة الأكسدة الإرجاعية التي تفسر تفاعل الأكسدة الإرجاعية. هذا بالنسبة للتفاعل. تفاعل الأكسدة الإرجاعية، بما أنه في عمليتين، كل عملية يمكن كتابة معادلة نسبية لها. باش نكتب المعادلة لازم نعرف الطريقة أو الكيفية. اعتمدت الطريقة على مثال، هذا المثال راح يكون شامل وكامل، وحنا نقولوا نشرحوا فيه بعض النقاط اللي يمكن أنه ما قمش رايحين نصادفوها، لكن هذا المثال شامل. هذا المثال رايحين نديروا معادلة نسبية للثنائية تاع الكرومات CR أو CD دو موا CR 3 بلس. بما أن CR أو CD دو موا راهي في الجهة على اليسار تعتبر هي المؤكسد، CR 3 بلس تعتبر هي المرجع. اللي بالأحمر هو اللي رانا رايحين نبداو به، CR أو CD دو موا بما انه مؤكسد، اذا العمليه اللي رانا نقوموا بها هي عمليه الارجاع. عمليه الارجاع هي اكتساب الكترون او اكثر من الالكترونات يكونوا في طرف المتفاعلات. نكتب عادي المعادله سي ار دو او سات دو موان، نكتبوها في الطرف الاول، سي ار 3 بلس نكتبوها في الطرف الثاني. نحاول نعرفوا العدد من الالكترونات. المراحل اللي رانا نديروا فيها هي مراحل مباشرة، احنا رايحين نديروها بالتفصيل بالديتال، لكن هي مراحل مباشرة وبعدها نعرفوا على واش رايحين نتحصلوا. نعاودوا المعادلة النسبية، دايما لازم نأكد على كتابة الثنائية ونعرف بواش راني رايحة نبدا، معناها نقرا مليح السؤال تاعي ونعرف بواش رايحة نبدا. مثلا احنا بدينا بـ CR أو CD دو موا، إذا المؤكسد عملية الإرجاع. كيفية الكتابة لعملية الإرجاع هي نفسها لعملية الأكسدة، فقط نتبع التعريف. بعد تحديد الثنائية وتحديد من هو المتفاعلات، نبدأ في الموازنة. الموازنة أول موازنة نركز عليها هي موازنة، أنا نسميها انحصار العنصر الأساسي. العنصر الأساسي معناه العنصر اللي راه يتكرر، ماشي بشرط يكون عنصر واحد، يمكن أن يكون عنصرين. في حالة نحنا عندنا عنصر واحد اللي راه يتكرر اللي هو CR الكروم، نلقاو CR موجود في جزيئة CR دو أو سات، ونلقاوه موجود في CR 3 بليس في النوافذ. عندنا CR دو أو سات، عندنا زوج دورات من الكروم في المتفاعلات، لازم يكون عندنا نفس العدد في النوافذ، وهذا بما يسمى انحفاظ العدد الدورات. إذا نقوم بالضرب CR 3 بليس كشاردة في العدد 2، العدد 2 يعتبر معامل ستوكيومتري. هذا بالنسبة لانحفاظ عدد الذرات. نذهب بعدها إلى انحفاظ عنصر الأكسجين. دائما انحفاظ عنصر الأكسجين يكون بإضافة جزيئات الماء H2O. عدد الأكسجينات الموجودة بنفس عدد الإضافة تاع الماء. مثلا هنا في CR2 أو CD2 عندنا 7 ذرات أكسجين في الطرف الأول، يجب أن تكون عندنا 7 ذرات أكسجين في الطرف الثاني. وبما أنه جزيئة الماء فيها ذرة واحدة من الأكسجين، إذا رايح نضربه في نفس العدد الموجود في الطرف الأول CR2 أو CD2، إذا نضيف 7 جزيئات H2 في الطرف أكيد الثاني، من غير المعقول أن يكون في نفس الطرف. بعد انحفاظ عنصر الأكسجين يجب أن نقوم بانحفاظ عنصر الهيدروجين. عنصر الهيدروجين علاش؟ جزيئة الماء ما تحتويش غير على الأكسجين، تحتوي على عنصر الأكسجين وعنصر الهيدروجين. جزيئة واحدة فيها
ذرتين من الهيدروجين. إذا ضربناها في المعامل الستوكيومتري 7 ولينا 14 ذرة هيدروجين. باش نكافئها ولا باش نوازنها لازم نقوم بإضافة عدد من البروتونات H+. H+ هي عنصر ولا ذرة واحدة من الهيدروجين. إذا نضرب في المعامل 14 لينا Cr2O6 زائد 14 بروتون، 14 H+ ما ننساوش إشارة البلس اللي فوق البروتون تهمنا بزاف كي نكونوا نزيدوا في عدد الإلكترونات، زائد عدد من الإلكترونات اللي دوك نعرفوه شحال، تعطينا زوج شوارد 3+ زائد 7H2O. وش أنا نشوفه؟ وزننا عدد الذرات للعنصر الأساسي اللي هو الكروم Cr، وزننا عدد ذرات الأكسجين، وزننا ذرات عدد ذرات عنصر الهيدروجين. خلصوا العناصر ونروحوا حاليا نروحوا للإلكترونات باش تكمل المعادلات النسبية. لما نحب نوازنه نحكم كل فرد كيميائي على حدة في Cr2O7 2- الإشارة اللي عنده الشحنة اللي عنده عنده سالبة فعنده ناقص 2. نتعامله بالرياضيات ناقص 2. البروتون عنده شحنة عنده شحنة موجبة. دائما العدد الستوكيومتري يضرب عدد الذرات وفي عدد وفي الشحنة. إذا عندنا زائد 14. نعيد 2 عنده ناقص 2 بالنسبة Cr2O6 فعنده زائد 14 بالنسبة للبروتونات. هذا في الطرف الأول. ناقص 2 زائد 14 تعطينا زائد 12. دونوها عندكم باش تعرفوا الطريقة اللي رانا نديرو فيها. الشحنة السالبة لشواذ الكرومات ناقص 2 زائد الشحنة الموجبة للبروتونات زائد 14. مختلفان في الإشارة نطرح ونحتفظ بإشارة الأكبر. إذا زائد 12. نذهب إلى الطرف الثاني في Cr3+ عندها شحنة موجبة زائد 3. ما ننساوش المعامل الستوكيومتري 2. إذا يصبح لنا زائد 6. الجزيئات متعادلة كهربائيا إذا شحنتها معدومة. إذا الطرف الثاني ككل شحنته زائد 6. نروح للمعادلة عادي. احنا عندنا عدد من الالكترونات ان الكترون او نعتبرها اكس. حبوا نعرفوا الاكس تكتبوا عادي المعادلة. في الطرف الاول قلنا لقينا زائد 12 زائد 12 زائد عدد من الالكترونات. اذا زائد بالرياضيات زائد 12 زائد اكس تساوي في الطرف الثاني زائد 6. كي نحبوا نعرفوا على الالكترونات نلقاوها 6 الكترونات تضاف الى الطرف الاول. علاش تضاف الى الطرف الاول؟ لان المعادلة اصلا من الاول هي معادلة ارجاع. المعادلة ارجاع عدد الالكترونات يكون في المتفاعلة. وهكذا تحصلوا على المعادلة النسبية الالكترونية للارجاع Cr2O6 زائد 14H+ زائد 6 الكترونات تعطينا 2 Cr3+ زائد 7H2O. إن شاء الله تكونوا فهمتوا كتابة معادلة نسبية إلكترونية. طريقة كتابة معادلة نسبية إلكترونية هي نفسها بالنسبة لمعادلة ما بين الأرجاء والأكسدة. فكم تلاحظوا باللي يعني زايدة OH هنايا. OH هذه إذا كان مذكور في أي تمرين أن الوسط الموضوع فيه أو الوسط التفاعلي عبارة عن أساس فلا يتم إضافة عدد من البروتونات H+. نقوم بإضافة دليل الأساس اللي هو OH-. نعود إذا كان في التمرين أكد أو ذكر أن الوسط التفاعلي هو عبارة عن أساس لا يتم إضافة عدد البروتونات H+ من أجل انحفاظ عنصر الهيدروجين، بل يتم إضافة الدليل OH- للأساس. هذا تأكيد
صحيح هي غير مستعملة كثيرا، ولكن يمكن أن تطرح في سؤال وتكون هي الثغرة في تمرين كل. هذه بالنسبة لمعادلات نسبية إلكترونية. بعد ما عرفنا كيف نكتب معادلة نسبية إلكترونية مهما كانت أكسدة أو أرجاء، يجب أن نقوم بكتابة معادلة الأكسدة الإرجاعية كلها. سبيل المثال كمعادلة تفاعل أكسدة إرجاعية لذوبان شواذ المنغنات في الماء. يترك التفاعل أكيد في مدة معينة، لأن الشواذ المنغنات لونها أتوقع بنفسجي، إذا تركناها في مدة طويلة جدا لأن التحول يعتبر بطيء، اللون البنفسجي يبدأ بالزوال. هذا تفاعل ذاتي، يعني تحول ذاتي ما بين الشواذ المنغنات وجزيئة الماء. كيف رايحين نتعامل مع المعادلة؟ احنا قلنا معادلة أكسدة الإرجاعية تحت مجموعها لعمليتين، أعتبر عملية الأكسدة وعملية الإرجاع. بديت بعملية الإرجاع. كيفاش عرفت باللي أمانوكات؟ أكيد التمرين لذكركم الثنائيات. كيفاش عرفت باللي نبدأ بالأمانوكات؟ لأنه قال لك ذوبان الشوارب الفرمنغانات، شوارب الفرمنغانات هي أمانوكات موا. بديت بالأمانوكات، في الثنائية موجود في المكان فعل أوكس، إذا معادلة إرجاع، المعادلة النسبية الإلكترونية للإرجاع. المعادلة النسبية الإلكترونية للإرجاع هي نفس الطريقة اللي وريناها سابقا في الكتابة. نكتب أمان وكات موا في الطرف الأول، نكتب أمان أو دو في الطرف الثاني، ونحاول نوازنه. نشوفوا باللي أمان راهي تتكرر في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، كاين ذرة ذرة، إذا راه عنصر المنغنيز أمان راهو متوازن. نروح نشوفوا الأكسجين، عندنا أربعة في الطرف الأول وعندنا اثنين في الطرف الثاني. كيفاش نقوم بموازنة عدد الأكسجين بإضافة عدد من جزيئات الأشنينو؟ شحال نضيفو؟ نضيفو زوج جزيئات أشنينو باش يولو عندنا الكل أربع ذرات أكسجين. بعدها نشوف بلي رانا زدنا عدد من البروتونات اللي هي الأش. بعد ما أضفنا الماء والماء فيه الأش، لقينا رحنا بلي زدنا ذرة الأش. شحال زدنا؟ زدنا 2 في 2 اللي هي 4H. باش نوازن عدد الهيدروجينات لازم نضيف عدد من البروتونات. شحال نضيف في الطرف الآخر؟ 4H+ نضيفها في الطرف تاع المتفاعلات. إذا يولي عندنا أمان قسموا زائد 4H+ تعطينا أمان أودو زائد 2H2O مع إضافة من عدد الإلكترونات في المتفاعلات. شحال نضيفه؟ نقوم بالعملية. أمانوكات موا عندها نقص واحد، 4H+ عندها زائد 4، كي نجمعو بيناتهم تعطينا زائد 3. أمانودو تعتبر جزيئة، H2O تعتبر جزيئة، والجزيئات متعادلة كهربائيا إذا شحنتها صفر. الطرف الثاني معدوم الشحنة، لازم الطرف الأول يكون معدوم الشحنة. زائد 3 لازم ليه نضيف لها نقص 3، نقص 3 تعتبر زائد 3 إلكترونات، وهكذا الشحنة تاع الطرف الأول تكون معدومة. نفس الطريقة بالنسبة للثنائية الثانية، بما أني وضعت الشواذ الفرمنغانات في الماء، صارت تتفاعل مع الماء، معناها الثنائية الثانية راح تكون متعلقة بالماء، وراح تقوم بالمعادلة المعاكسة لمعادلة الإرجاع اللي هي معاملية الأكسدة. الثنائية التاعي هي O2 H2O، الأودو هو المؤكسد، H2O هو المرجع. نأخذ H2O كمتفاعلات لأنه المرجع ولأنه هو المتفاعل المذكور في المثال. تعطينا 2H2O، O2 زائد 4H+ زائد 4 إلكترونات بنفس الطريقة السابقة لكتابة معادلة نسبية إلكترونية. باش نحصل على معادلة أكسدة إرجاع يجب الجمع بين العمليتين أو المعادلتين، معادلة تفاعل أكسدة إرجاع. باش نجمع بيناتهم لازم نتخلص عن العدد الإلكترونات. في معادلة الإرجاع عندي 3 إلكترونات، في معادلة الأكسدة عندي 4 إلكترونات.
نجمع بيناتهم لازم نتخلص. نفس الطريقة تاع حل جملة معادلتين، باش نتخلص من عدد الإلكترونات لازم نضرب في المعاكس. المعادلة الأولى ضربتها في 4 والمعادلة الثانية ضربتها في 3. باش كي ننشر المعادلة الأولى نتحصلها في الطرف الأول على 12 إلكترون، في المعادلة الثانية في الطرف الثاني نتحصل على 12 إلكترون. عددان نفس العدد في طرفان مختلفان ينزع أو يختصر أو يساوي الصفر بصفة عامة. طريقة نقوم بالنشر 4 أن نقسمها زائد 6 أرش 2 أو زائد 16 أرش 3 زائد 12 إلكترون، هذا في الطرف الأول. في الطرف الثاني 4 أن نودو زائد 3 أودو زائد 12 أرش 3 زائد 8 أرش 2 زائد 12 إلكترون، هذا في الطرف الثاني. نتخلص من عدد الإلكترونات كما راكم تشوفوا، خلاص ما ولاوش عندي إلكترونات. صح لازم نقوموا بالتبسيط نفس الطريقة تاع الرياضيات النشر والتبسيط. كي نقوموا بالتبسيط نتحصلوا على المعادلة 4 أمانو قسموا زائد 4 أش بليس تعطينا 4 أمانو دو زائد 3 أو دو زائد أش دوزو. كيفاش قمنا بالتبسيط؟ تخلصنا من جزيئات الأش دوزو، عندنا 6 جزيئات في الطرف الأول و 8 جزيئات في الطرف الثاني، معناها الطرف الثاني يبقاو لي 2 ارتيزون. تعاملوا بالرياضيات نزيد نقسم اش بلس، علاش؟ باسكو كاين موجود في الطرف الاول في الطرف الثاني. كي نتخلص نتحصلوا على 4 اش بلس في الطرف الاول، وهكذا نكونوا تحصلنا على معادلة تفاعل الأكسدة الأرداعية النهائية. أتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا كيف درنا كامل، خصوصا الأكسدة الأرداعية نأكد عليها ونركز عليها مليح. ان شاء الله نواصلوا العمل تاع الدروس هذه بنفس الطريقه. نتمنى باذن الله تحسن في كل مره، وبدايه ان شاء الله تكون بالحماس حاجه ما تخلعش. نقول لكم يعطيكم الصحه على الصبر تاع صبرت على الشرح وانكم استوعبتوا معايا ان شاء الله. اي سؤال اتركوه في خانة التعليق، واترككم في امان الله وحفظه. السلام عليكم.